أهلا وسهلا أعزائي، ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. في الدرس الأول كنا شفنا الفرق ما بين لوكسيليير أفوار ولوكسيليير إتر والاستعمالات ديالهم، c'est-à-dire la différence entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être et ses différentes utilisations. في الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا الفرق ما بين A sans accent, A, S et A avec accent. ارتأيت أنني ندير هذا الدرس حيت الأغلبية ديال الناس عندهم خلط بيناتهم بثلاثة، et surtout عندهم خلط ما بين A sans accent et A avec accent. Alors, نبداو الدرس ديالنا إن شاء الله على بركة الله. Alors, تعريف A, A et A. كيف ما كتلاحظوا عندهم بثلاثة بهم نفس النطق، يعني نطقتهم بنفس الطريقة. وكيف ما كتلاحظوا كذلك عندهم كتابة مختلفة، يعني A sans accent ماشي هي A S ماشي هي A avec accent. وبالتالي التعريف اللي يمكننا نعطيه لهم بثلاثة بهم هو أنهم كلمات لديها نفس النطق ولكن كتابة مختلفة، يعني كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة ديالهم وحتى المعنى ديالهم كيختلف. يعني المعنى ديال A sans accent ماشي هو المعنى ديال A S ماشي هو المعنى ديال A avec accent. باللغة الفرنسية أو لا بلا لونغ فرونسيز كنسميهم لي زومو فون، لي زومو فون. يعني الا بغينا نديرو واحد التحليل بالعربيه ديال هذه الكلمه هذه غنلقاو بان اومو كتعني نفس، اومو كتعني نفس، فون كتعني النطق او لا الصوت، يعني نفس النطق، نفس النطق. فوالا، دونك هذا كان التعريف ديالهم. باش نفهموهم اكثر نجيو نشوفو بعض الامثله على بركة الله. أمثلة، المثال الأول إي لا أون بوم، إي لا أون بوم، يمتلك تفاحة، يمتلك تفاحة. المثال الثاني جو في أليكول، جو في أليكول، أذهب إلى المدرسة. Le dernier exemple, ou la dernière phrase, tu y as un stylo. Tu y as un stylo. Temtaliko qalam. Temtaliko qalam. Alors, kif ma katlahdo, a fkoul la jumla katakhd chakl mokhtalif. Yani, fl jumla loula, ou la fl mital awel, a sans accent. Fl mital tani, a avec accent. Ou fl mital telt, a s. الوغ لازم نطرحوا على نفسنا ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول هو علاش في المثال الاول درنا هنا ا سون اكسون وما درناش مثلا ا افيك اكسون ولا اس. السؤال الثاني هو علاش حنا درنا ا افيك اكسون وما درناش مثلا ا سون اكسون ولا اس. واخيرا السؤال الثالث هو علاش حنا درنا اس وما درناش ا افيك اكسون ولا ا سون اكسون. باش نجاوبوا على هذه الاسئله هذو غادي نشرحوا كل مثال بوحدو باش يمكننا نفهمو مزيان على بركة الله. الوغ المثال الأول إي لا أون بوم، إي لا أون بوم. لي غادي نديرو هو غناخدو أ وغنعوضوها بأفي. أون فوا غنعوضوها بأفي غتولي عندنا الجملة التالية إي لافي أون بوم، إي لافي أون بوم. يعني أي واحد غيقرا هاد الجملة هادي غادي تجيه جملة صحيحة لا في السياق ولا في المعنى. والقاعدة اللي بغيت نقول لكم هي اون فوا تعوض ا بافي وتحول لك جملة الى جملة مفيدة ممكن العقل ديال الانسان يتقبلها، وبالتالي غتستعمل ا سونز اكسون اللي هي لو بارتيسيب بريزون ديال لوكسيليير افوار. نمشيو نشوفو المثال الثاني باش نشوفو واش هاد القاعدة سارية المفعول. Alors, le mitel tani. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Donc, bnfs tariqa, ghadi naoudou a b'avi, ou nchoufou le natija.
غادي تولي عندنا الجملة التالية je vais avec l'école. Je vais avec l'école. دونك اي واحد غادي يقرا هاد الجملة هادي غادي تجي جملة غير منطقية وما يمكنش العقل البشري يتقبلها. Déjà deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. كاينه واحد القاعده في اللغه الفرنسيه كتقول لك اون فوا يكون عندك فعل اللي من موراه خصو يكون في الانفينيتيف، بحال مثلا être, avoir, manger, dormir, sortir, etc etc. سو ني با لو كا فهاد لو فيرب، هذا يعني ماشي نفس الحاله عندنا فهاد لو فيرب، وبالتالي جمله خاطئه، يعني حتى من السياق ديالها ما يمكنش العقل البشري يتقبلها كما قلنا. وبما ان جمله خاطئه يعني غنستعملوا ا اكسون. فوالا، دونك نذكركم بالقاعده الاولى، قلت لكم في الاول بان اون فوا كنعوضوا ا بافي وكتكون عندنا جمله صحيحه، دونك كنديروا ا سون اكسون. اون فوا بحال هاد لوك هذا اللي لقينا دابا نيت، اون فوا تعوض ا بافي وتلقى جمله غير مفيده كدير ا افيك اكسون. نمشيو نشوفوا المثال الثالث باش نفهموا اكثر. Alors, المثال الثالث. Tu y a un stylo. Tu y a un stylo. Donc, بنفس الطريقة غادي نعوضو بافي وغادي نشوفو النتيجة. غنلقاو tu y avait un stylo. Tu y avait un stylo. Donc, جملة صحيحة ومفيدة. لا في السياق ديالها ولا في المعنى ديالها. والقاعده دائما كتقول اون فوا تكون جمله مفيده كنديرو ا سون اكسون، يعني ما كنديروش ا اكسون. علاش؟ حيت لقيناها جمله مفيده كما قلنا. لا سول ديفيرونس، يعني الفرق الوحيد هو اننا كنزيدو اس. علاش كنزيدو اس؟ باسكو ساجي دو دوزيام برونون دو سينغولي تو. يعني فاش كنصرفو لوكسيليير افوار في تو ضروري خاصنا نزيدو اس. المهم باش تفهموا اكثر، راه هادشي كامل قلناه في الدرس الاول، يعني التصريف ديال لوكسيليير افوار او بريزون. الوغ كنتمنى ان هاد القواعد هادي كلها تكون مفهومه. غادي نمشيو دابا غادي نشوفو ملخص عام ديال هادشي كامل اللي قلنا. الوغ فهاد الدرس الثاني من سلسله الدروس فرونسي فاسيل شفنا الفرق ما بين ا سون اكسون، ا افيك اكسون، اي ا اس، اللي هما كنسميوهم باللغه الفرنسيه لي زوموفون، يعني كلمات عندهم نفس النطق لكن المعنى والكتابة ديالهم كيختلفوا. شفنا كذلك ثلاثة ديال القواعد. القاعدة الأولى هي اون فوا نعوضو ا بافي ونلقاو جملة مفيدة يعني صحيحة، دون سو كالا يعني في هذه الحالة كنديرو ا سون اكسون، يعني ما كنديروش اكسون في لو ا. القاعدة الثانية هي اون فوا نعوضو ا بافي ونلقاو جملة غير صحيحة أو غير مفيدة كنديرو ا avec accent. والقاعده الثالثه اللي كتعلق لنا بلو دوزيام برونون دو سينغولي tu، اون فوا نعوضو ا بافي ونلقاو جمله مفيده كنزيدو لو اس ديال tu. فوالا، وصلنا لنهايه الدرس الثاني من سلسله الدروس فرونسي فاسيل. بلا ما نوصيكم ديروا معكم لايك لا فيديو، خليو معكم كومونتير. بالنسبه للناس اللي جداد كنقول لكم مرحبا بكم، تنتوما تابوناو وفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. الى اللقاء. فرنسي فاسيل.